اعتقلت شرطة هونغ كونغ العديد من النشطاء المطالبين بالديمقراطية اليوم الاثنين أثناء إخلاء آخر موقع احتجاج رئيسي وإغلاق مخيمات التظاهرات التي تسببت في اضطراب وتعطيل شوارع المدينة على مدار أكثر من شهرين. وانتشر نحو 100 من قوات الشرطة في منطقة كوزواي باي السياحية التجارية الشهيرة لإزالة الحواجز، فيما تدافع المحتجون لجمع متعلقاتهم. ومخيم احتجاج كوزواي باي هو الأصغر والأخير ضمن ثلاثة مواقع رئيسية كان يسيطر عليها المحتجون وأخلتها الشرطة. أنا متفائل حيال هذا، فرغم أن حركة الاحتلال انتهت، لكن نضالنا من أجل الديمقراطية لن ينتهي. أعتقد أنه في المستقبل سيفرض المجلس التشريعي حزمة الإصلاحات التي أصدرتها بكين، وأيضا سيستمر مواطنو هونغ كونغ في نضالهم. فيما قال زعماء الاحتجاج إنهم سيبحثوا وسائل أخرى من أشكال العصيان المدنية في ظل رفض بكين التراجع عن موقفها بشأن الانتخابات. ويطالب المحتجون الذين اتخذوا من المظلة شعارا لحراكهم بفتح باب الترشح بشكل حر في انتخابات 2017 لاختيار الزعيم القادم للمستعمرة البريطانية السابقة، بعيدا عن تدخل بكين التي لن تسمح سوى لمن ستمنحهم موافقتها بالترشح في الانتخابات. والمظاهرات السلمية التي شهدتها هونغ كونغ الأسابيع الأخيرة تعد واحدة من أكثر التحديات خطورة للسلطات الصينية منذ أحداث تيانانمن الدامية عام 1989، عندما فضت قوات الأمن مظاهرات للطلاب أسفرت عن مقتل المئات. رحاب علاء، رويترز.